سلام، مرحبا بيك. مرحبا بيك اسلام وبكل متابعي اكسبريس اف ام. باهي، نحن نسالك اول حاجه على البطوله العربيه هذه، كيف شفت البطوله وكيف شفت نسق المقابلات فيها؟ والله مبدئيا يعني بطوله تقريبا فاقت كل الانتظارات. رجعت روح الحماس للمنتخبات العربيه، الروح الرياضيه، تسعه يعني سنوات مضت من اخر تظاهره، اليوم خذت ابعاد اخرى طبعا موافقه الفيفا، وهذا قوي جدا المؤشر انه فيفا تعطي الاذن لهذه البطوله العربيه بحضور انفانتينو نفسه رئيس الاتحاد الدولي، واحتكاك رجعنا للمنافسه وللتاريخ وكتابه التاريخ. وشفنا الان منتخبات دخلت النصف النهائي، منهم تونس والحمد لله، وبالتالي الهيبه والرايه والجرينتا رجعت للمنتخبات العربيه. شنو توقعاتك الماتش تاع النصف النهائي؟ بدايه تونس مصر. تونس يعني انا ديما نقول تونس اصعب منتخب يقع منورته تكتيكيا، يعني ما نملكوش نجوم كرويه من طراز كبير، لكن نملكوا وقوف في الميدان يقلق الناس الكل. ليس هنالك منتخب قادر ان يناور تونس بسهوله. دونك ترشح المنتخب التونسي؟ المنتخب التونسي رشحه للدور النهائي. بالنسبه لمقابله نصف النهائي الثاني، قطر الجزائر يعني مباراة باختلاف الأساليب، يعني قطر فنيا فريق منتخب قوي، بدنيا ربما الجزائر أقوى. الجرينتا اللي معروف بها المنتخب الجزائري، يوسف البليلي والنجوم الجزائرية، أنا تقريبا للأمانة رشح نهائي تونس الجزائر. نمشي معك واحدة واحدة، في النهائي تونس الجزائر ديربي كلاسيكو، شكون تتوقع يفوز باللقب؟ شوف اللقب نظريا الجزائر، تطبيقيا ممكن تونس. لما نرجع شوية للتاريخ، يعني اليوم تقريبا 31 عام تونس ما خسرتش مباراة رسمية مع الجزائر. نتمنى أنا كتونسي إن شاء الله نكرس نفس هذه الأرقام. صحيح الجزائر اليوم يملك منتخب قوي جدا، أنا شخصيا يعني علقت مباراة المغرب مع الجزائر، شفت قوة المنتخب الجزائري، فريق منظم قوي يملك نجوم على أعلى مستوى يتقدمهم ياسين إبراهيمي ويوسف البليلي، في انتظار عودة بغداد بنجاح. فرديات عند الجزائر، ربما أنا أقول تنظيميا المنتخب التونسي يقلق المنتخب الجزائري. أنا نشوفها مباراة قد تمشي لركلة الترجيح. بعد الترجيح شكون بتبيع بشيز اللقب؟ أهم سؤال. إن شاء الله تونس، إن شاء الله تونس. في التونوا الكل، شكون الملاعب يشد انتباهك تعتبر اللاعب الابرز في البطولة؟ والله هنالك عديد اللاعبين برزوا في البطولة، يتقدمهم طبعا ياسين ابراهيمي نجم المنتخب الجزائري لاعب الريان، يعني شباب متجدد 31 عام، لكن اليوم ياسين اكد لبلماضي وانه قادر ان يعود للمنتخب الاول، مش فقط يعني في البطوله العربيه، حتى في المنتخب اللي باش يواجه في القرعه طبعا الملحق الاخير لكاس العالم. كذلك حفيدي يعني نجم الرجاء والمنتخب المغربي كان متميز جدا. اكرم عفيف طبعا نجم كبير لمنتخب قطر، احد افضل لاعبي الدوره، امكانيات هجوميه رهيبه جدا، باش يقلق المنتخب الجزائري على الجهه اليمنى للدفاع المنتخب الجزائري، هذا مما لا شك فيه. لكن من جانب تونس الحق يعني حنا بال المجبري اختفى كل الاضواء، يعني لاعب رغم صغر سنه 18 عام، لكن اعطانا تطمينات كبيره على مستقبل تونس في وسط الميدان، وبالتالي ان شاء الله يكمل في النصف النهائي ولما لا النهائي ويتوج باللقب كاصغر لاعب في المنتخب التونسي. سنرجع لك بعد شوي حنا بال المجبري، لكن خلينا نكمل، شكون احسن حارس؟ الحارس تعتبره الافضل في البطوله هذه؟ محمد الشناوي. محمد الشناوي بدون منازع يعني افضل حارس في افريقيا في هذه البطوله العربيه، يعني سد منيع، افضل خلف لاحسن سلف عصام الحذري، وشيء مما لا يستغربوا لان عصام الحذري هو مدرب الحراس في المنتخب المصري. الشناوي يعني انا اصنفه من ضمن اكبر 10 حراس في العالم. 10 حراس في العالم؟ نعم نعم، بالطول وبالعرض وبالجمله وبالتفصيل. نحكي شوية عن المنتخب التونسي، كيف شفت منتخبنا في البطولة؟ شوية انتقادات من الجمهور خاصة للمدرب رغم اللي وصلنا نصف النهائي، تعتبر إنجاز ولا؟ لا طبعا لا، لأن المنتخب التونسي للأمانة أنا انتقدته شخصيا يعني انتقاد لاذع في المباراة خاصة الشهيرة ضد سوريا. إجمالا يعني لو نشوفوا الأوبجيكتيف يعني الغاية من مشاركة المنتخب التونسي في هذه الدورة هو الفوز باللقب. بما أنه لحد الآن موجود المنتخب وموجود في مربع الذهب،
قال سليم دمق لام لام عليك، يعني المفروض ما نستناو ما نحاولوش نهدموا وندخلوا في الحسابات نتاع والله المنتخب ما يقنعش. لكن يا سيدي لو اقنعنا احنا وخرجنا من الدور الاول شنو باش يكون مصير المنتخب؟ اذا انا شنو نقول، يمكن ستيب باي ستيب، يعني واحده واحده، كل مباراه حقيقتها عملنا مباراه خايبه على يعني ربما الأسوأ في تاريخ المنتخب ضد سوريا، لكن عدنا ورينا اللي تونس اليوم قادرة باش تكذب كل الادعاءات اللي قالوا أنه تونس سهلة المنال في كأس العالم في المرحلة الأخير، وهو جاي مربع الذهب والحديث بقية. الانتقادات المنظور الكبير تعتبرها في محلها ولا زايدة شوي؟ الانتقادات شوف راهو نبدأ الحق نكون واقعيين، الانتقادات اللي مست منظور الكبير هي ليست فنية، يعني هي بالعكس يعني طريقة عامة، يعني مسألة اختيار اللاعبين، القائمة تكتيكيا مثلا، لو ندخلوا في أمور الفنيات المنتخب التونسي ما عدا يعني مباراة سوريا معناتها كان جيد، قدم مستويات متفاوتة صحيح، لكن أنا شو نقول السوء اللي شفناه من الإطار الفني هو في الانطلاقة من تونس باتجاه قطر، يعني القائمة اللي توضعت من أجل المشاركة والتخبط اللي صار في اختيار اللاعبين والتحاق بعض اللاعبين ورفض بعض اللاعبين، خلينا نقولها بصراحة، يعني يجيوا لا يلعبوا في البطولة العربية، فهم لاعبية ما حبوش يجيوا يلعبوا، أنا نتوقع مثلا ضم لاعبية ما تجاوزوا النقطة هذه، ماذا بهم يحضروا؟ شفناها الحكاية هذه وانت تعرف سلام ضد موريتانيا، في موريتانيا البعض من اللاعبين تحجوا وما جاوش يلعبوا، لما تكون مباراة فيراتس يجيك يلعب. لا باش نفهم، ملاعبية في أوروبا تحكي ولا في تونس؟ معناها خاطر إذا كان في أوروبا معناها عادي. لا ثم ملاعبية، يعني أنت مثلا كمدرب وطني يتجاوز دعوتهم، ما يفضل ما يعيط لهم شيء، لأنه أبدا باش ما نقولوش برودة، نقولوا عدم رغبة في الحضور كتكملة للعدد، لأنه عارفين أنه بعد البطولة العربية الأماكن محجوزة للمرحلة الأخير لكأس العالم. سمي أسماء وأما غير ما نحذجك. لا والله شوف، يقول لك تو موالينا بلغة الثقة في الوثيقة، مدام ما عندكش الوثيقة ما تنجمش تتكلم على الثقة. فهم لاعبين آخرين أول مرة نشوفهم في المنتخب يقدموا مردود محترم جدا، كما لاعبين جدد بن حميدة، العيفة، حنا بعض، فهم لاعبين تعتبرهم حظوا مكانهم من توا في الكان. مو هذه المعادلة الصعبة توا إسلام، يعني أنت تشوف اليوم بن حميدة أكيد كسب نقاط كبيرة كبديل أول لعلي معلول على الجهة اليسرى، بلال العيفة المدافع اللي كانوا خايفين منه الناس الكل تقريبا هو اللي ما أخطأش، يعني لاعب يلعب بالسهل الممتنع، بساطة كبيرة في الأداء، قوي جدا على مستوى الكرات الهوائية، ثابت أرضيا، معليش حتى ملامة. هذا المشكل أكيد، يعني اليوم المنتخب ما يقدرش يجي في مباراة نصف نهائي. أنا أتوقع نادى دعوة للمنتصر الطالبي وجاسر الخميري قبله وباش تجي تقول والله بلال العيفة اليوم نوقفه أنا في نصف النهائي ما يلعبش، باش تلوم عليه على شنو ما يلعبش؟ مو الحساب الوحيد هو الأداء في الميدان، الأداء في الميدان يسمع للعيفة باش يكون أساسي لغاية الدور النهائي إن شاء الله. نقول أنا هذا كلامي وهذا رأيي المتواضع، إن شاء الله الإطار الفني يعني يتعامل مع اللاعبين بمبدأ المساواة، والمساواة في الأداء وفي الكفاءة وليس في الأسماء المحجوزة. نسمع لك على بعض المواضيع اللي على مواقع التواصل الاجتماعي لقات ردود فعل، خاصة موضوع حنا بعض المجبري، فما ملاعبية ما يحبوش يعطيوك كورة، كما قال كلام على الفرجاني على مساكني، شنو رأيك؟ لا هي البوليميك موجودة، يعني وانا اللي ربما انفاجئك بها انه حنا بعض المجبري يعني قام بحركات اثناء اللعب تأكد انه مستغرب عدم وصول الكورة ليه بالسرعة اللازمة، وهو قام بحسن تمركز في وسط الميدان، يقلق نفسانيا المشاهد ويقلق المتابع للمنتخب التونسي، لانه اليوم منتخبنا مش في حاجه باش يخلق هالبوليميك هذه بين الملاعبيه، واحنا على عتبه دور نصف نهائي. نتمنى انه الملاعبيه الكل مخاخه من ضعف، والمجبري يعني عقليه فرنسيه انجليزيه الان جاي من فريق كبير كما مانشستر يونايتد وصغير في العمر، المفروض يعني كبار القوم يعطيوه المساعده ويأطروه ويقويوه على المستوى المعنوي ومش يحاربوه كما يقولوا البعض، وبالتالي نتمنى انه الاطار الفني يخدم على النقطه هذه ويرجع الجروب. انا عجبتني الصور جميله تجمع المجبري بفرجاني والمساكني في جلسه في داخل معسكر المنتخب، وهذا يعني تقريبا ربما جواب لكل من شكك في هذه الامور. شفت شويه من الحاجه هذه ولا
والله شفت كما الناس كل الفيديو اللي دار بين الفرجاني وحنبل المجبري ومجبري يعني ابدا استغرابه لماذا الكره ما جاتوش في هو في موقع جميل الفرجاني انقلها لوسط الميدان على الجهه اليمنى اثارت استغراب الكل بما فيهم استغرابي انا لانه المجبري هو اللي خلق اللقطه فهمت قعد مستغرب وتوجه هكا باشاره الفرجاني لكن نتمنى انه نتجاوزوها لانه في النهايه ما زالت عندنا مصلحه المنتخب ونصلحوا هالاخطاء هذه ونقربوا القلوب الملاعبيه مع بعضها باش نمشيوا لراي تونس هي في النهايه. كيف كيف من حاله الافه وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حكايه المعلقين، شنو رايك انت في الموضوع الكلام اللي قال على عصام وزملائك حفيف دراجي وعصام شوال؟ هذه من وحي الخيال يعني حوار يتسمى حفيف دراجي وعصام شوالي هذه معناتها ربما بعض العقول البسيطه اللي قرات بالطريقه هذه. عصام يعني ليس في حاجة باش يجاوب حفيظ دراجي وحفيظ دراجي إذا كان هو قراء تونسي وأنه جن عليه من خلال كرهه للمنتخب التونسي أو لأندية تونس كالترجي معناتها محسوبة عليه هو في النهاية لأنه هو كذلك عبر كم مرة قال أنا نحب تونس وما عنديش مشكلة لا مع تونس ولا مع الترجي وبالتالي يعني أنا شخصيا للأمانة ما نتصوروش بحكم الجوار وبحكم أخوتنا مع الأخوة الجزائريين أنه يكره تونس بالعكس دليل أنه يحب ديما يعلق على كرة تونس وديما في التعيينات يكون هو موجود على مباراة الترجي بحكم الحياد في المعلقين والمنتخب التونسي كذلك إذا كان هو كان ربما يعرف المشكلة هذه ما تروح كان يتجنب حتى التعليق على المنتخب التونسي وما يقعدش يتعرض لسهام الانتقادات من جانب الإعلام التونسي وبالتالي وعصام جاوب في مباراة الجزائر ومصر حتى عصام أرفع من أنه يسقط في مثل هذه الحسابات على خاطر ما قصدش أنه الإساءة للشعب الجزائري ما قصدش أنه يفكر شنو باش يكون رد الفعل من حفيظه ومن غيره زوز معلقين ممتازين شعبيتهم موجودة محايدين يحاولوا يكونوا محايدين على القليلة كما ماكش محايد تحاول باش تكون محايد وكالعادة والأحداث ما زالت طويلة وما زلنا نعلقوا تفضل.